آثار القصف، الطائرات، الطائرة الآن في حالة خرقة. هذه قصيفة، أنبوب الماء قد تفجر، والشعب هنا بحاجة إلى لتر ماء تشرب. الله أكبر عليك يا بشار، الله يفتح عليك يا بشار. الطيران يحلق فوق السماء، هذا أثر الله أكبر. أنا الصحفي أبو أحمد، قامت الطائرة بقصفني، قامت الطائرة الميك بقصف، ما أدى إلى هذا الدم. الله أكبر عليك يا بشار، استهداف الصحفيين. أنا الصحفي أبو أحمد من حماة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. طائرات الميك تقوم بقصف الصحفيين ومنع المدنيين من التوجه إلى الجامع لأداء صلاة الجمعة. أين أنتم أيها العرب؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ الله أكبر عليك يا بشار، حتى الكلاب هربت. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار، آثار القصف، آثار القصف. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. هذه الطائرة الآن تقرب، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر. آخر، لا يوجد أحد غيري.